عمالين ياكلنا على هرمونات السعادة وحاجات بيفرزها جسمنا بتخلينا مبسوطين وحاجات تخلينا مش مبسوطين ودوبامين وسيروتونين وايه الحكاية دي؟ وانتوا عارفين بصراحة انا ما بحبش اسكت في الحاجات دي، ففي الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم على مركبات مهمة جدا بيفرزها جسمنا وبتأثر علينا بشكل قوي جدا. اهلا بيكم في ساينس بايتس، انا احمد ابراهيم. المركبات او الهرمونات اللي عايزين نتكلم عليها في الفيديو ده ان شاء الله هي الدوبامين والسيروتونين والنور ابنفرين او اللي بنطلق عليه ساعات نور ادرينالين، هما نفس المركب نور ابنفرين والنور ادرينالين. مبدئيا يا اصدقائي لو بصينا على الدوبامين والنور ابنفرين هنلاقيهم متقاربين قوي في الشكل، وده لانهم بالفعل من عيله واحده بنسميها الكاتيكولامينز. الدوبامين والنور ابنفرين بيشتغلوا كنيورو ترانسميترز او موصلات في الاعصاب بتاعتنا، وكل واحد ليه مهمه خاصه جدا. لو مسكنا الدوبامين مثلا هنلاقي ان الدوبامين مشهور انه هرمون المتعه، والحقيقه ان الدوبامين هو هرمون بيزق البني ادم عشان يروح يعمل حاجات من اللي هو بيحبها، من اللي هتجيب له المتعة اللي هو بيدور عليها. الدوبامين بيعلم البني آدم إن الحاجة الفلانية اللي هو عملها دي حلوة فاعمل لي منها أكتر. يعني مثلا هنحكي قصة صغيرة جدا، أنت قريت عن مطعم جديد بتاع برجر وبالفعل خدت نفسك ورحت جربت البرجر بتاعه لقيته حلو جدا، قلت حلو قوي أنا هرجع أذاكر لي كام يوم ولو خلصت في الأيام اللي أنا محددها أنا هروح تاني للمطعم ده علشان أكل البرجر اللي عجبني ده. اللي بيحفزك إن أنت ترجع تخلص علشان تاخد مكافئتك اللي أنت عرفتها دي إن هي حاجة حلوة هو الدوبامين. يعني الدوبامين علمك إن الحاجة دي حلوة أنت محتاج تعملها تاني، فلو أنت قاعد بتذاكر وفكرت في مطعم البرجر الدوبامين يبتدي يطلع كأنه بيقولك يلا قوم خلص بسرعة عشان تروح تاني لنفس المطعم اللي عاجبك ده. وكل ما تقرب تخلص مذاكرة كل ما يطلع أكتر، وكل ما تقرب من المطعم كل ما يطلع أكتر، لحد يا صديقي أما تاكل البرجر ويروح نازل خلاص مهمته خلصت. هو كانت مهمته إنه يخليك تروح تعمل الحاجة المهمة أو الممتعة بالنسبة لك اللي هتديك إحساس بالمكافأة. وعلشان الدوبامين ده نوع اكسيتاتوري للنيورون، يعني محفز للعصب، والاعصاب ما ينفعش تبقى بتتحفز طول الوقت، لما الجسم يلاقي فيه دوبامين كتير بيبتدي يقلل من مستقبلات الدوبامين. بمعنى اصح طلع دوبامين زي ما انت عايز بس مستقبلاته هقللها علشان احافظ على الاعصاب، مش طول الوقت عايزين نروح ناكل البرجر ما ينفعش. وللأسف هنا يا أصدقائي في الوقت بتاعنا ده بنقع في حفرة مش لطيفة خالص. الفكرة ان في مركب تاني او هرمون تاني بيلعب في الباك جراوند اسمه كورتيزول، ده طبيعي جسمنا برضو بيفرزه في اوقات الاسترس. فلما الشخص يبقى مضغوط وبيشتغل كتير ومشغول وفي حاجات كتير بتدور حواليه، الاسترس ده بيخلي الجسم يطلع كورتيزول. ولما البني ادم يحس ان هو استرس طول الوقت هيبقى عايز يروح للحاجة اللي تديله المتعة السريعة، فيبقى البني آدم طول الوقت عايز الدوبامين يعلى بأي طريقة بأي تمن، فيبتدي يعمل أكتر من الحاجات اللي المفروض إن هي بتجلب له المتعة. بس عشان الجسم ليه طريقة علشان يوازن الدوبامين ما يكترش زيادة عن اللزوم، فالبني آدم يلاقي نفسه إن هو بيعمل أكتر من الحاجات اللي بتجيب له المتعة على أمل إن هي تجيب له متعة بنفس الدرجة اللي كانت بتجيبها له قبل كده، وده اللي بيولد الإدمان، سواء كان إدمان أكل معين أو إدمان خمرة أو غيرها من الحاجات اللي وإحنا رايحين نعملها الدوبامين بيبقى عالي ومجرد ما تخلص الدوبامين يوطى تاني. ومع الوقت مع التكرار مستقبلات الدوبامين بتقل، وبالتالي البني آدم يلاقي نفسه بيعمل أكتر من الحاجات دي، بياكل أكتر بيشرب أكتر بس عشان يوصل لنفس مقدار المتعة اللي كان بيوصل له في الأول. مين اللي بيعمل فينا كده يا أصدقائي؟ زي ما قلنا ممكن الاسترس هو اللي يخلينا دايما بنحاول نجري ورا الدوبامين، او مش هنتحجج دايما بالاسترس، ممكن تبقى طريقة حياتنا احنا شخصيا غير صحية بتخلينا فاكرين ان السعادة هي في الحاجات دي. طب تعالوا نشوف اخوه التاني النور ابنفرين او النور ادرينالين، ده هرمون بنحتاجه عشان التركيز. النور ادرينالين ده لما يقل قوي بيبقى الشخص مش قادر يركز، مش عارف حتى يقرا عدل، سهل جدا انه يتشتت، ما هو مش قادر يركز في حاجه. ولما النور ادرينالين ده يكتر قوي البني ادم ممكن يخش في نوبه قلق وخوف غير مبرر، هو مش عارف هو قلقان من ايه او خايف من ايه. حاله القلق والخوف دي ممكن يقف قصادها السيروتونين، المركب الثالث اللي عايزين نتكلم عليه. المركب ده من عيله تانية اسمها اندولامينز. احنا قلنا النور ادرينالين والدوبامين من عيلة اسمها كاتيكولامينز، السيروتونين من عيلة الاندولامينز، مركب. والحقيقة ان انا بشوف المركب ده سحري،
المركب ده بيقولوا عليه هرمون السعادة happiness، وهو مش زي الدوبامين. الدوبامين اكسايتاتوري للنيورون، محفز للأعصاب كده، بيعمل لها اكسايتيشن. مش صح ان الأعصاب تبقى بتتحفز طول الوقت. السيروتونين مش اكسايتاتوري، السيروتونين انهيبيتوري، يعني بيهدي الأعصاب، يعني هرمون الهدوء مش الخمول، الهدوء. الهرمون ده بيعزز من إحساسنا بالسعادة وبالرضا، ومهم عشان يخلينا حابين إن إحنا نتعاون مع بعض ونعيش في مجتمعات قادرين نتفاهم فيها. وعشان تصدقوني لما أقول لكم إن الهرمون ده سحري، الحاجات اللي بتتسبب في زيادة في الهرمون ده غريبة، زي مثلا الشعور بالامتنان الجراتيتيود. صدقني وأسيب لك مصادر تحت بتقول الكلام ده. الشعور بالامتنان على الحاجات اللي عندك ايا كانت الحاجات دي ايه، بيحفز السيروتونين ان هو يطلع، ان جسمك يفرزه. فتخيل ان انت تقعد مع نفسك كل يوم وتحس بالامتنان على الحاجات اللي عندك، فجسمك يطلع سيروتونين، فسيروتونين يديك احساس بالسعادة، ولما تحس بالسعادة تحس ان انت ممتن اكتر، فيطلع سيروتونين اكتر، وتفضل كده عادي جدا لان مفيش اوفر دوز من السيروتونين. عادي السيروتونين ممكن يطلع، ما هو انهيبيتوري اصلا، من غير ما ينزل منك قوي. هو ده طبيعه الهرمون ده، مش هو انهيبيتوري زي ما قلنا، فجسمك مش متضايق منه يعني. فمش زي الدوبامين يطلع وينزل على طول اول ما الحاجه تخلص، لا، السيروتونين بيقعد معاك شويه، ولو عملت نفس الحركه كل يوم بيطلع سيروتونين تاني. مش بيقولك بقى لا المره دي بقى المفروض تمتن اكتر علشان اطلع بكميه معينه زي الدوبامين ما بيعمل، لا ما بيشترطش. كمان السيروتونين بيطلع من ممارسة الرياضة، فيزيكال اكسرسايز، ولو نص ساعة كل يوم بيحفز طلوع السيروتونين. حتى يا أخي إنك تطلع في الشمس 5 دقايق كل يوم بيحفز طلوع السيروتونين. وطبعا أكلات معينة بتحتوي على مركبات لما الجسم بياخدها يقدر يصنع منها سيروتونين فيعملك سيروتونين أكتر. وللأسف يا أصدقائي، اللي بيعمل داون ريجوليشن أو بيقلل من تصنيع السيروتونين الدوبامين. يعني أنت عليك إن أنت تختار بين الحاجات اللي تديك المتعة اللحظية وتختفي بعد كده، أو الحاجات اللي تديك إحساس بالسعادة وتقعد معاك لفترة أطول. طبعا في حياتنا بيبقى فيه بالانس بين الاتنين، والاتنين لا غنى عنهم، وإلا ما كانش ربنا خلقهم بيطلعوا في جسمنا. بس كل ما نفهم عنهم أكتر، كل ما نفهم إحنا ممكن نعمل إيه لنفسنا فنعيش بطريقة أفضل. افتكروا دايما إن إحساس الجايزة السريعة مش زي إحساس السعادة. السيروتونين كمان يا أصدقائي بيؤثر على حاجات كتير في الجسم، وعلى قد ما احنا شايفين ان في مفاتيح كتير الحمد لله في ايدينا ممكن تساعدنا ان احنا نعلي مستويات السيروتونين في الدم طبيعيا، الا ان برضو في حالات معينة بيحصل فيها عدم اتزان في مستويات الهرمونات في الجسم، ممكن يبقى منها السيروتونين والدوبامين. ولما السيروتونين يقل الشخص يبتدي يحس ان هو حزين، انه مكتئب، على طول متعصب، مش عارف ينام كويس، لان كل الحاجات دي السيروتونين بيأثر عليها، وبيأثر كمان على الجهاز الهضمي وحاجات تانية مش هنتكلم عليها في الفيديو ده، بس تأثيراته كتير. بس احنا هنا بنتكلم عليه في الوضع الطبيعي. في بعض الحالات اللي السيروتونين بيقل فيها بنضطر نلجأ لأدوية معينة، بس مش اي حد منه لنفسه كده يروح ياخد دواء عشان هو حس ان هو زعلان شوية. لازم الحالة تبقى متشخصة كويس قوي باستشارة طبيب مختص. وفي حلقة تانية ان شاء الله ممكن نتكلم باستفاضة اكتر عن الادوية المضادة للاكتئاب وانواعها وبتعمل ايه بالظبط. وفي النهاية لو عجبكم الفيديو متنسوش تدوسوا على لايك وسبسكرايب، وعلى زر الجرس الجميل ده عشان يجيلكم اشعار كل ما يبقى فيه فيديو جديد. وكالعادة احب اشكر كل الناس اللي بتدعمنا على منصة باتريون وعلى باي بال، هسيب لكم اللينك بتاعهم في الديسكريبشن للي حابب يدعمنا، او تقدروا تدعمونا برضو من خلال زرار جوين هنا على يوتيوب. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.